يعني هو بحسب كلام استاذ محمد تفرق كتير قوي انا اللي بتصل بالبنك ولا هو اللي بيتصل بيا. نقطه كمان بقى، تحديث البيانات بيحصل في البنك داخل فرع البنك ولا ممكن يحصل تليفونيا؟ تحديث البيانات ما بيحصلش تليفونيا ابدا ابدا، لازم يتعمل يا اما على الاي بانكينج، على الاي بانكينج عن طريق السيستم اللي هو السيستم مؤمن تماما او جوه البنك، لكن ما بيحصلش ان حد يتصل بيا يطلب تحديث بيانات. حلو. وحتى لو هو اتصل بيا اي مكالمه متعلقه بالبنك يجب ان احنا لا نتلقاها، يعني نقفلها ونفتح نتصل بالبنك على الرقم اللي احنا عارفينه اللي هو رقم الاتصال السريع اللي احنا بناء عليه نقدر، وبرضو المسؤول هنا مش هيطلب تحديث البيانات بالزبط. لازم يتم عن طريق السيستم.